أيضا محمد جميل حسين مصطفى من الجمهورية العراقية يسأل عن الصلاة على الأنبياء، يقول: هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يجوز، تجوز الصلاة على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، بل تجوز الصلاة أيضا على غير الأنبياء من المؤمنين إن كانت تبعا فبالنص والإجماع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم في هذه الجملة هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم، هذا هو القول الراجح، وإن كان أول وأولى من يدخل في هذه أي في آل محمد هم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هي شاملة لكل من تبعه وآمن به لأنهم من آله وشيعته. فالصلاة على غير الأنبياء تبعا جائزة بالنص والإجماع، لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالا لا تبعا، هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا، والصحيح جوازها، أنه يجوز أن تقول لشخص مؤمن صلى الله عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من أتى إليه بزكاته، وقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى حينما جاءوا إليه بصدقاتهم. نعم، إلا إذا اتخذت شعارا لشخص معين كلما ذكر قيل صلى الله عليه، فهذا لا يجوز في غير الأنبياء. نعم. مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عمر قلنا صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عثمان قلنا صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عليا قلنا صلى الله عليه، فهذا لا يجوز. نعم. أي لا يجوز اتخاذ الصلاة على غير الأنبياء شعارا لشخص معين.